مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. شاركت أسو مجموعة من الستوريهات على انستغرام من بعد غياب كتير طويل، حيث صرحت أنه سبب غيابها هو أنها كانت بحالة حزن وصارت معها شغلة ما كانت متوقعتها أبدا، ورح تحكي عن الموضوع بالتفصيل بفيديو اليوم. أما سيدرا فعم بتواجه مشكلة حاليا، فلما تكتبوا سيدرا بيوتي ببحث يوتيوب رح يطلع لكم قناة فيها 100,000 متابع فقط، فأكيد هاي مو قناة سيدرا الحقيقية، ففي شخص منتحل شخصيتها وسارق فيديوهات نارين وشيرين من قنواتهم. فقناة سيدرا الأصلية تضم أكثر من 1,000,000 مشترك، ورح أترك لكم رابطها بصندوق الوصف. أما نارين بيوتي فعم بتمر بوقت صعب مؤخرا، فصرحت عن هذا الشيء بعدة فيديوهات، وصرحت أنه الأغنية القادمة حتكون أغنية حزينة نظرا للوقت الصعب اللي عم بتمر فيه. فربط الجمهور هذا الخبر بالخلاف اللي بينها وبين موفلوكس، فهذا الخلاف كنا شفناه من قبل وتكرر مؤخرا. فقبل فترة عملوا انفولو لبعض لفترة معينة ورجعوا صوروا من جديد مع بعض، فهالخلاف عم يتكرر كل ما جابوا سيرة الأغنية الجديدة اللي رح يعملوا عليها أو عملوا عليها سابقا بعنوان الحب الحقيقي. فهل الخلاف خلاف عمل فقط أو شي تاني؟ فموفلوكس شارك مبارحة فيديو مع سيدرا وشيرين على قناته العربية. ما رأيكم بالموضوع؟ اكتبوا رأيكم بخانة التعليقات. أما نورمار فعم بيواجه مجموعة من التعليقات اللي ممكن تتسبب في تجميد عدد مشاهدات فيديوهاته، فاختار الرد بهذا الستوري وكتب: شكلنا رح نطلع ترند من تعليقات، يلا كملوا مضغوطين. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة، لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول.